طبخي صابوني. اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان زومبي سبايدر مان اللي دخل الغابة. تابعوا معانا وشوفوا ايه اللي هيحصل في الغابة. زي ما انتوا شايفين هنا بنشوف سبايدر مان متعلق في السقف وعمال يقول انقذوني انقذوني، حد يفكني من هنا. يا ترى ايه اللي حصل له وايه اللي ربطه كده؟ هنشوف دلوقتي. بنشوف دلوقتي الزومبي ده هو السبب، دخل وبيقول له انا مش هفكك ودلوقتي هاخد القوة بتاعتك من زمان. انا النهاردة اسعد واحد في الدنيا علشان هاخد الطاقة بتاعتك واتحول لزومبي سبايدر مان. بس يا زومبي يا مجنون، انت تاخد الطاقة مني ازاي؟ سيبني في حالي. مش هسيبك في حالك يا سبايدر مان، وهاخد الطاقة منك. انت عملت فيا ايه يا زومبي انت؟ ودلوقتي بقى هاخد كل القوة المتحولة بتاعتك يا سبايدر مان. دلوقتي بقيت زومبي سبايدر مان، اقوى واحد في الغابة. هروح بقى علشان اسيطر على الغابة واخدها من الاسد سيمبا واكل براحتي. اما بقى سبايدر مان فلازم اخبيه علشان محدش يلاقيه ويعرف اللي انا عملته. ودلوقتي بقى خليك يا سبايدر مان في الكهف ده علشان محدش من الابطال الخارقين يلاقيك ويرجعك تاني قوي ويرجعني زي ما كنت زومبي ضعيف. عمري ما هستسلم وهديهم الفرصة دي، مش هخليهم ابدا يلاقوك. انا رايح عند الاسد سيمبا. وهنا بنشوف سيمبا بيلعب مع تيمون وبيشوت الكوره في الكهف المسحور. تيمون بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ده الكهف ده مسحور وجواه عفاريت. سيمبا بيقول له يا خبر، زي العفريت اللي بيتحرك هناك ده. يا خبر، ده طلع عفريت سبايدر مان اللي هناك ده محبوس. لا مش عفريت طبعا، ده سبايدر مان هو محبوس هناك. تيمون بيخاف وبيقول له الكهف فاضي ومفيش حاجه بتتحرك، انت بتضحك عليا ولا ايه؟ سيمبا قال له والله كان في حاجه بتتحرك. تيمون بيقول له يلا بينا نهرب من هنا. يا سيمبا يا تيمون، انتوا مش سامعيني؟ انا الظاهر ان انا قوتي خلصت لدرجة ان صوتي ما عادش عالي ولا حد قادر يسمعني. انا بقيت ضعيف ومش قادر افتح الحديد ده كمان. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ يا رب حد بقى يجي ويساعدني. ماما يا ماما، سمعتي عن الشبح اللي عايش في الكهف هناك جنب الشجرة الكبيرة؟ وهنا بنشوف الاسد الصغير بيحكي لمامته على كل اللي حصل. مامته بتقول له انت عارف الكهف ده كان بتاع ايه؟ الكهف ده كان فيه زومبي زمان عايش فيه، بس باباك طرده من زمان. قال لها انا شفت الزومبي شكله سبايدر مان كده يا ماما. قالت له لا يكون الزومبي رجع، اوعى تروح عند الكهف ده تاني. فسيمبا خاف وقال لها مش هروح تاني يا ماما. فام مامته قالت له لازم نروح نحكي لباباك على كل اللي حصل علشان يعرف يتصرف. زومبي سبايدر مان وصل الغابة خلاص. انا اقوى واحد في الغابة، اقوى من الابطال الخارقين واقوى من سيمبا نفسه. انا رايح بقى علشان اسيطر على الغابة، بس قبل ما اسيطر على الغابة هروح اكل كم معزة كده وكم خروف، اصلا انا جعان قوي. وهنا بنشوف الزومبي رجع تاني الغابة وعمال ياكل في كل الحيوانات اللي فيها ومخلي كل الحيوانات مرعوبة منه وبيجري ورا المعزة المسكينة دي، والمعزة مش عارفة تروح منه فين. وهو بيقول انا لازم اكل كل حيوانات الغابة علشان اشبع. من النهاردة مش هيخوفني لا سيمبا ولا الابطال الخارقين ولا اي حد تاني. لا لا لا.
هم 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 في وحش يا وهنا بيوصل الأسد الصغير لمامته وبيشوف الزومبي. سيمبا بيقول يا سيمبا ده زومبي ممكن يكون هو ده الزومبي اللي كان عايش في الكهف. لازم نلف بسرعة من الطريق التاني قبل ما يلحقنا. ايه ده؟ ده كان في أسد صغير هنا هو ومامته. أكيد ده سيمبا وأم سيمبا. يا حلاوة دي مرات الأسد سيمبا. أنا لازم أروح أكلهم بسرعة. استني هنا يا أم سيمبا ويا سيمبا. أنا عارفكوا كويس أوي وهاكلكم، يعني هاكلكم. اجري يا سيمبا بسرعة، إن شاء الله هنهرب منه. وهنا بتظهر طوبة قدام سيمبا، فبيقرر ان هو يرميها للزومبي علشان يكعبله. ففعلا بيتكعبل فيها ويتعطل وما يحصلهمش وبيقع على الارض بس هو بسبعة ارواح. بيقوم تاني وبيقول انا لازم احصلكم واجيبكم من تحت الارض يا سيمبا ويا امو سيمبا علشان توقعوني بالطوبة كده. وبيمشي. وهنا بنشوف سيمبا ومامته خايفين ومرعوبين ومستخبيين في كهف لقوا في طريقهم، وبيقولوا احنا لازم بسرعة نوصل لباباك علشان يحمينا. وهنا الزومبي واقف على الكهف وبيقول انا عرفت مكانكم، يلا اطلعولي، انا عرفت ان انتوا جوه. وبعدين ما بيلاقيش حد يرد عليه، فبيقول ده اكيد مش جوه، انا هروح ادور عليهم في حتة تانية. فبتطلع سيمبا وام سيمبا وبيقولوا يلا بسرعة نهرب قبل ما يرجع علينا تاني. اما هنا التمساح ده خايف جدا لما شاف الزومبي، وقال يا خبر يا خبر يا رب ما يشوفني، انا لازم اهرب بسرعة قبل ما ياكلني. اروح بسرعة بلغ الاسد ملك الغابة باللي شفته. هنا الاسد ملك الغابة قلقان جدا على مراته وابنه، مش لاقيهم في كل الغابة وعمال يسأل نفسه يا ترى راحوا فين، يا ترى ايه اللي حصل لهم. واقف كده مع نفسه، ففجأة بيروح له التمساح وهو بيعيط ويقول له الحق انا شفت الزومبي في الغابة. فالاسد بيقول له زومبي ايه؟ قال له زومبي والله على شكل سبايدر مان. قال له انا عارف ان الزومبي هرب من الغابة من زمان، ازاي وصل يعني وكمان شكله سبايدر مان؟ دي حاجة عجيبة جدا وغريبة جدا، ايه الكلام الغريب ده يا تمسيحه؟ قال له انا اللي شفته قلته لك، لو عايز تشوف بنفسك روح. فالاسد قال انا هروح واشوف بنفسي. وهنا بنشوف سبايدر مان محبوس زي ما هو في الحبس بتاعه ومستني حد يجي يطلعه. ساعدوني حيوانات الغابة، انا مش عارف افتح الحديد ده، ساعدوني ساعدوني، حد سمعني؟ الظاهر ان انا هقضي بقية حياتي في الكهف ده. وهنا بيوصل الاسد الكبير لحد مراته وابنه وبيلاقيهم قاعدين تحت شجره، وبيقول لهم الحمد لله ان انا لقيتكم وان انتوا كويسين. ام سيمبا بتقول له لا مش كويسين خالص، انت ما تعرفش اللي حصل في الغابه. قال لها ايه اللي حصل في الغابه؟ قالت له اللي حصل ان في زومبي في الغابه وعلى شكل سبايدر مان كمان. قال لها يبقى كلام تمسيحه صح، انا لازم بسرعه اروح اطمن على الغابه واشوف ايه اللي بيحصل، وكمان اروح اشوف سبايدر مان ايه اللي حصل له، اكيد هو كمان عنده حل للي بيحصل. فراح لهالك وشافه في طريقه، فبيقول له يا هالك يا هالك ما شفتش سبايدر مان؟ قال له لا ما شفتهوش من الصبح. قال له يبقى اكيد الزومبي ده عمل فيه حاجة، احنا لازم نروح نشوف الزومبي ده فين ونقضي عليه. فهالك بيقول له يلا يا اسد سيمبا وانا همسكهولك دلوقتي. اي 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 خلاص يا هالك خلاص يا هالك، انا هرجع تاني الغابة بتاعتي ومش راجع هنا تاني. قبل ما ترجع لازم اخد القوة بتاعت سبايدر مان علشان يرجع تاني زي ما كان. ايه ده؟ انا رجعت زومبي ضعيف تاني، انا ماشي. وهنا القوة بترجع تاني لسبايدر مان ويبقى قوي زي الاول، وبيقدر ان هو يكسر الحديد ده ويطلع برا الكهف ده. واو انا بقيت حر دلوقتي وبقيت قوي جدا كمان وكسرت الحديد، هخرج بقى برا الكهف. ومن هنا يا اصحابي نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة. واذا عجبكم الفيديو ده يا اصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيصة بوم، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.